جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في كل مكان، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من حلقات الانتصار يا جماعة، حلقات بنعيش فيها فعلا لحظات سعادة، واحنا وكل جماهير النادي الأهلي النهاردة يمكن يعني سعداء بهذا الإنجاز وسعداء بهذا الانتصار الجديد اللي بيحققه فريق النادي الأهلي. حلم جديد للجمهور بدأ يستناه وبيحلم بيه بعد ما خلاص يعني تودعت النهاردة شعار التسعة يا أهلي، وبقيت بتفكر في اللقب الأفريقي العاشر، والنهاردة كل الجمهور بينادي بشعار جديد خالص وبيقول العشرة يا أهلي، زي ما كانت النهاردة يمكن القضية ممكن، أكيد مع الأهلي كل شيء ممكن، وهو ده اللي احنا تعودنا عليه من الأهلي. إن شاء الله يتحول هذا الشعار لحقيقة، العشرة يا أهلي، لحقيقة ملموسة في الموسم ده.